فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يلمس الكلب أو يلمس الخنزير بيده هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو يغسل يده فقط؟ إن كان يابسا فلا عليه، يلمسه ولا يخالف ولا غسل يده. أما إن كان رطبا فيغسل يده، يغسل يده. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.